السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متتبعي صفحة أظن المغرب حياكم الله. اليوم سوف نتكلم على طريقة تغطية أحواض الأزولة. بالنسبة لأحواض الأزولة، نقوم بتغطية أحواض الأزولة حتى نقوم بتخفيف الضوء على ضوء الشمس على الأزولة وإعطائها تمثيل ضوئي مناسب لنمو الأزولة. وعلى حسب المكان الذي تتواجد فيه الذي يتواجد فيه حوض الأزولة، نقوم بوضع اللون المناسب في الشباك. مثلا في هذا الحوض، في هذا المكان، يتعرض هذا الحوض لساعات قليلة في اليوم لأشعة الشمس، فلذلك قمنا بوضع هذا الشباك في اللون الأخضر حتى يقوم بتمرير بعض الضوء، على عكس الشباك الأسود أو الرمادي. وإن كان الحوض يتعرض لنسبة كبيرة من أشعة الشمس طوال النهار، فمن الأفضل وضع شباك في اللون الأسود أو الرمادي. والشباك تكون أعينه صغيرة وليست كبيرة كما ترى. نوعية الشباك تكون أعينه صغيرة وليست كبيرة. إذا كانت أعين الشباك كبيرة، فسيمر الضوء بنسبة كبيرة للحوض، وهنا لا نستفيد من تغطية الحوض. كما ترون، اللهم بارك. ويمكن تغطية أحواض الأزولة على هذا الشكل، ويمكن تغطيتها على علو متر أو مترين أو أكثر، على شكل بيوت مغطاة بالشباك. فكلا الحالتين تعطينا نفس النتائج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.